ناس العجيبة، نعم ناس العجيبة ده طبعا عندهم مناظر عجيبة شديدة. نعم يقول القصيدة وقتي ولحين طوالي. ايوه لحين طوالي ونفس الوقت. اي يعني عنده الربيع، الربيع ده بالمناسبة من ناس مع الناس اللي بيشيل معنا السرور وسيد عبد العزيز والجماعة دي وأولاد المورد. ربيع داير يتزوج والجماعة قعدوا كده مروا له البرش داك وخدوا الحك كده قدام والبنات قعدوا كده وقاعد يبص البنات كده قعدة جميلة. قالوا يا جماعة اللي دايرين قطع أخضر، قطع أخضر بس في فوق ربيع في ربيع ده. والله صعبتك مرة واحد. واحد قال له إن أنا عليه اللحن تكدي انا بدوق اللحظه كدي وعلي الكوبلين الاول البيت الاول ده بقول انا وبزح. انت إيه تيجي تقول بيتك بس تفتل بس كدي هاي جا طوالي قال يا ربيع في رود الزهور عيش منعم طول الدهور بس كدي داق زحى طوالي هاي المحجبة ضرب الكجور يا المعمعم عفة وسرور عيش منعم كاس غرامك في الناس يدور عبي زود لا يفوتني دور واصل واصل دي لقطة. اللقطة الثانية والضردي شاف لي بنات ما شات دارت لي قبة والضردي قال جنية ما يحن والضمير مخروط والردف والحلل ما بين نفي وسبوت زارن المقام الفضل هو مزود عليه تلامساني على تني التابوت يا ليل البتلامسه فيه ده يا ريت انا كان التابوت ايوه التابوت هذا مرحب بعدين تمام يا عمر البيت اللي جبل وين كويس جار جار عندهم الحفله شغاله بعدين في جوا بترقص واخوها ماسك عكازي مره قال والله يدخل هنا جوا ياخذ شبال والله اللي تبع عكازي ده والضردي داري ياخذ شبال من البيبي البيت جميلة وسمحة ورقاصة وكل شيء لكن داري ياخذ منها شبال واخوه ده واقف برا اخوها ده واقف برا والضردي مشى قريب لها كده قال الكتوف واقعة والعيون يا ناس ميتي الناقعة والبيجن قاعد حار والسنوف واقعة النشيش شبالي ورضة بيطاق